مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. أعلن نورمان عن المفاجأة اللي حضر لإلها قبل 7 أشهر من الآن، واللي كانت أغنيته الأولى، حيث شارك فيديو على يوتيوب أظهر فيه كواليس العمل على الأغنية. شاركت نور ستارز ستوري آخر من بعد إعلانها على خبر عملها على أغنية وفيديو كليب جديد، حيث حمست المتابعين لمفاجآت وشغلات جديدة بالطريق. هلو جايز، اليوم اختفيت عنكم عن الستوري كذا ساعة، يعني تقريبا صلي كتير مختفية. حبيت لكم انه صلي تقريبا 4-5 ساعات عم جرب تياب، وهلأ رح تصير ساعة 12 بعدني عم جرب تياب لشي كتير بجنن جاي. هلأ هيك قاعد شوي بالزاوية عم بتنفس لانه صلي كتير لابس الماسك. فبس حبيت لكم انه جهزوا لي حالكم لشي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حيعجبكم كتير. من فترة لفترة تحمس أسو متابعينها للمفاجأة اللي عم بتحضر لإلها منذ فترة، فصرحت أسو أنها مو أغنية ولا زواج بل شي كتير كبير. أقولكم شغلة، إنه المفاجأة مو أغنية، إنه شي أكبر شي أكبر. ولا واحد جاب صح شنية المفاجأة. يا جماعة يا جماعة، أريد حماسكم أريد حماسكم. مشكلتكم وياه ترى ما رح أتزوج ما رح أتزوج. أطلت صدرة بيوتي على متابعينها بلوك جديد واللي نال إعجاب بعدد كبير من المتابعين، حيث اعتمدت هالمرة على الشعر الأصقر الطويل من بعد فترة طويلة من اعتمادها على الشعر القصير الأسود. طالت على رغدة مجموعة من الانتقادات نظرا لسوء تفاهم حصل بعد ما شاركت ستوري شكرت فيه متابعينها بعدما ساندوها بعد خفض عدد متابعينها على انستغرام، حيث اتهمها البعض بشكر فئة معينة من الناس وليس الكل، فأجابت رغدة بهالستوري. قبل ما احكي اي شيء بدي اشكر كل حدا دعمني وبارك لي وعمل اشياء كثير حلوه للثلاثة مليون، شكرا لكم، وخصوصيا خصوصيا صفحات الفانز المبدعين لكم كلكم. ثاني شيء بدي احكي انه في شيء طالع حكي انه انا شكرت ناس معينه او ما شكرت ناس معينه او شكرت دول معينه وبلدان مش عارفه بالضبط، وانه انا غلطت بكلام بستوري ما بعرف شو الحكي بالضبط، بس بدي احكي لكم انه طبعا كله غلط وما في منه هذا الحكي، وانا بحب الجميع وشكرت بشكل عام، يعني ما كان يعني ما حددت حدا معين. حذفت أغنية بيسان إسماعيل قلبي جن من على يوتيوب للمرة الثانية على التوالي بعد ما رجعت قبل ساعات قليلة من الآن لتشارك بيسان إسماعيل فيديو برومو أغنية ثانية حضرت لإلها قبل فترة بعنوان اختي. نشرت سارة المالح صورة جديدة على انستغرام تجمعها مع أصالة وكتبت صديقتي وأختي، لا دنيا تقارن بك ولا وطن يغني عنك، فالعالم يحتاج قلوبا كطهر قلبك. فهالصداقة وهالأخوة شفناها بيناتهم من يوم ما ظهرت سارة على قناة أنا صالة فاميلي، فانتقلت سارة من أمريكا لدبي لمساعدة أصالة والوقوف بجانبها لترتيبات حفلة جنس الجنين، ولتساعدها كمان في النقلة لأمريكا، وفي أمريكا ساعدتها في ترتيبات البيت والاستقرار. الله يحميهم ويحفظهم لبعض. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.